ايه الاجراءات اللازمه، وهل ده بيعتبر مسؤوليه مين، وزاره الداخليه ولا هيئه الطرق، لحمايه المواطن على الطريق من الحوادث عشان نقلل بقى من نسبه الحوادث؟ هل ده مسؤوليه الاداره العامه للمرور عموما، يعني سواء كانت القاهره او الاسكندريه او الى اخره، اما مسؤوليه وزاره الطرق والكباري حضرتك تامين المواطن؟ حضرتك بهذا الكلام بتظلم وزاره النقل ووزاره الاسكان. شبكة الطرق في جمهورية مصر العربية وتحديدا من بداية 2014 وهذه اللحظة اللي بنتكلم حضرتك فيها، تم إنشاء 7000 كيلو متر مربع بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 10000 كيلو متر مربع. احنا بنتكلمش على الإنشاء، احنا بنتكلم على التأمين. ما هوضح لحضرتك، 10000 كيلو متر مربع اللي تم تطوير ورفع كفاءته بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 1000 كوبري ونفع على مستوى أنحاء الجمهورية. الغرض من هذا الموضوع إن أنا بقلل الكثافات المرورية في الشارع المصري، ما يحصلش ضغط مروري وبالتالي بحد من الحوادث المرورية. طيب ولأثبته هذا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن في عام 2020 بالمقارنة بعام 2021، في عام 2020 طلع عدد الحوادث المرورية 5896 حادث مروري. لما جينا نشوف أسباب الحوادث المرورية لقينا نقاد السيارة بنسبة 63.4%. لما جينا في 2021 لقينا عدد الحوادث المرورية 4916 حادث مروري. لما جينا نشوف أسباب الحوادث المرورية بالنسبة لقاد السيارة لقيناها 77.7%. أي أن الحوادث المرورية قلت بنسبة 40%، لكن نسبة قاد السيارة لارتكاب الحوادث المرورية زادت. ما هو السبب؟ شبكة الطرق الحديثة اللي ساعدت بشكل كبير على الحد من الحوادث المرورية. طب ما هو سبب الحوادث المرورية؟ الثقافة المرورية، اللي هو عدم التزام بالسرعات المكررة وإلى آخره. الثقافة المرورية غير مكتملة وعلى كافة المستويات، لا أذكر بها سيارات الأجرة أو النقل العام والنقل الخاص، لكنها على كافة المستويات. لذلك إحنا دائما بنناشد وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي إن إحنا نعلم ولادنا من خلال من أول كي جي 1 وكي جي 2 إن إنت إزاي تحترم قانون المرور، إزاي تحترم رجل المرور. هتيجي تقولي ده لسه عقبال ما يكبر ويعانوا 18 سنة وأكثر، أقولك لا، الطفل دوت لما يكون راكب جنب والده ولا والده بيربي كنز أو بيرمي كلينكس أو بيخالف الإشارة هيقول له بابا أنت كده بتخالف قانون المرور اللي بتعمله ده غلط. طب هو على ضوء الثقافة المرورية برضه أو على ضوء ثقافة المواطن أو إلمامه بالثقافة المرورية، في الأونة الأخيرة ظهرت أو تعدل قانون المرور بالنسبة له لطمس اللوحات والتعتيم والفاميل زي ما بيقولوا، يعني ما زلنا بنشوف نفس الظاهرة دي بتحصل برضو على الطرق، سواء من طمس اللوحات أو تفخيم السيارات أو تعتيمها برضو. هل ده بيعتبر عند من المواطن في عدم التزامه بالقانون، أو مثلا أصلاً المواطن الوقت يبقى ماشي تلاقي 10 سيارات مثلا ماشيين مش معتمين وتلاقي سيارة واحدة هي المعتمة، بقول لك ده اشمعنى؟ لازم نوضح. مع اني سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سمعنا كتير جدا وشفنا كتير جدا ان هو بنفسه بينزل، ممكن يكون هو اللي بينزل بيطبق قانون المرور في الشوارع، وده اللي بيحصل فعلا وده اللي حصل في التجمع. وده اللي احنا بنقوله ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بيصدر القرار بيبقى نفسه ان هو يتحقق 100% ولكن لا يحقق منه ال 10%. لا، عايز اوضح لنقطة حضرتك ان مجلس الوزراء اجتمع يوم الاربعاء الموافق 17 يوليو من هذا الشهر واصدر قرار بتشديد العقوبة على طمس اللوحات المعدنية، وسوف يتم تطبيقها فورا على الكل، على الجميع دون استثناء. بالنسبة لطمس اللوحات المعدنية او تغيير لون اللوحات المعدنية او التلاعب في ارقام او حروف اللوحات المعدنيه او فقد اللوحه المعدنيه وعدم الابلاغ بها، كل هذا وذاك عقوبته غرامه ماليه بحد ادنى 2000 جنيه وحد اقصى 5000 جنيه والحبس لمده لا تزيد عن سنه او باحدى هاتين العقوبتين. واذا خد حكم نهائي في هذا القرار نتيجه المخالفه وارتكبها في خلال سنه هيكون العقوبه حبس فقط وليس غرامه ماليه، عشان احد من هذا الموضوع. طمس اللوحات دي جريمه جنائيه، لان هو بطمس اللوحات ده بيمنع يعني معالم السيارات من غير لوحات اصلا يا ست اللواء. بالظبط كده، ده لانه كده بيمحي السياره من الكشف عليها. ممكن هذه السياره تستخدم في اعمال جنائيه، في اعمال ارهابيه، ممكن جدا ان هو يصطدم بمواطن. وتعتيم السياره نفس الوضع برضه، ونفس برضه بالنسبه للزجاج الفمي، الزجاج الفمي ممنوع نهائيا حتى لا يمكن استخدام السياره في ارتكاب اعمال جنائيه او ارهابيه او اعمال مخلة بالاداب العامه.